ثانك يو مراد، ثانك يو بيتر كمان على الترنيمه الجميله دي. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الغطاس. مش هطول عليكم، يعني هم 10 دقائق هنتكلم. هو زي ما مراد قال كده، هو الموضوع اسمه انا ضعيف، بس انا عايز اخد رايكم. يعني في ايه في الانجيل بتقول معلمنا يوحنا بيقول للشباب اكتب اليكم ايها الشباب لانكم ايه؟ اقوياء وقد غلبتم الشرير، مش كده؟ فهو بيقول انتوا اقوياء. طب هو انا ضعيف ولا انا قوي؟ ايه رايكم؟ اللي شايف الانسان ضعيف طيب يرفع ايده. ها مراد. اي تمام تمام. يعني طب اللي شايف الانسان قوي؟ طيب هي اجابه جميله حقيقه، هي اجابه نموذجيه زي ما بيقولوا. هي القوه قوه بنعمه ربنا. بما ان احنا بنتكلم عن المعموديه، في ايه جميله عن المعموديه بتقول انتم الذين اعتمدتم بالمسيح ايه قد لبستم المسيح. يعني ما بقتش انا صوره ريمون، ما بقاش صوره مراد، ما بقاش صوره بيتر، بقى صورتنا ايه؟ المسيح. عشان كده في الوقت اللي احنا بنكون صوره المسيح بنكون ايه؟ اقوياء. لكن لو بعدنا شويه عن الصوره دي بيبقى ايه؟ يبقى الانسان ضعيف. لان الانسان فعلا ضعيف، الانسان حقيقي ضعيف، الانسان سواء جسد او نفس او روح الثلاثه ضعيف بصراحه. يعني لو فكرنا مثلا في الجسد هتلاقي ان الانسان ممكن يكون صحته حلوه وتمام وشاب وكل حاجه، لكن يجي له مرض معين، يجي له فيروس، يجي له اي حاجه، تلاقي العمليه ايه كركبت خالص والدنيا باظت وتحاليل واشعاعات يمكن عمليات، هوب ايه اللي حصل ده؟ ايه الكركبه دي كلها مره واحده؟ الانسان ايه؟ انسان ضعيف، انسان ما فيهوش يعني قوه، والا ما كانش يعني اضعف حاجه الانسان قدامها ايه؟ الموت. الانسان لو قوي قدام الموت ما كانش حد مات، كان الانسان كان كل الناس ايه؟ كان نحاول ان احنا نعيش، صح؟ فهو الكتاب كمان عارف ان احنا ضعفة وبيقول لنا الكلام ده. يعني يقولوا ايه؟ معلمنا يعقوب يقول لا تكونوا معلمين كثيرين. حد عارف الايه بقيتها يا اخوتي؟ لاننا في اشياء كثيره ايه نعثر جميعنا، مش كده؟ ما يعني ما تفرحش بنفسك قوي، يعني معلمنا يعقوب عايز يقول كده، تفرحش بنفسك قوي لاننا في اشياء كثيره ايه نعثر جميعنا. يعني انا وحضرتك وحضرتك في اوقات بنعثر بنضعف، فما نفتخرش. آية تانية تقول تمموا خلاصكم بإيه؟ تمام، بخوف ورعدة. طب خوف ليه؟ خوف ليه؟ من هو قائم فلينظر إيه؟ لئلا يسقط. كل الآيات دي معناها إيه؟ معناها الإنسان ضعيف، معناها إن القائم ده هل هيفضل قائم؟ لا، معناها إن أنا ممكن أقع لو أنا قائم، لو كنت قائم. وبعدين معلمنا بولس يقول في غلاطية برضو لو لقيتوا حد غلطان أصلحهم أنتم إيه الروحانيون بروح الوداعة. هذا يعني لما تيجي تصلح لحد تصلح بإيه؟ بروح الوداعة، مش بروح إن أنت أحسن من حد. يعني أوعى أوعى تفتكر، وهو ده الكتاب وكنيستنا الأرثوذكسية واضحة قوي في الحكاية دي، أوعى تفتكر في نفسك إن أنت أحسن من حد. أنت لو اتحطيت في بوزيشن إن أنت تصلح من حد أصلح أنت إيه؟ نقول معلم الايه بتاعت معلمنا بولس في غلاطيا دي اصلحهم انتم روحانيون مثل هذا بروح الوداع. طيب اكتر كلمه بنقولها ايه في كنيستنا واحنا بنصلي؟ ها مين شاطر يقول لي ايه اكتر كلمه بنقولها واحنا بنصلي؟ كرياليسون، ارحمني كريال. يعني كنيستنا ما فيش اكتر من كرياليسون. صلوا من اجل الاجتماع، صلوا من اجل يعني البابا والكنيسه وسلام الكنيسه. الرد ايه؟ يا رب ارحم. لما ابونا صلوا من اجل الانجيل المقدس احنا نقول ايه؟ يا رب ارحم. جمعه كبيره 400 مره في دفعه واحده، يعني يا رب ارحم، ده غير على خلال اليوم طبعا في الافات. فيعني ايه كنيستنا عايزه تفكرنا بايه لما نقول يا رب ارحم كتير؟ ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ها معناه ان انا ضعيف. يعني بقول له يا رب ارحمني يا رب، يعني ده اعتراف ضمني ان انا ايه ضعيف. لان لو حد حاسس بنفسه ان هو حاجه مش هيقول يا رب ارحم، مش كده؟ هيقول يا رب ارحمني، ما انا كويس، ما يعني انا توب ليه؟ عشان كده كنيستنا الفكر ده بتحاربه خالص. يعني يقول لك
التوبة أنت خلصت وخلاص وما فيش داعي للتوبة، لا ده أنا عايش عشان أتوب، ده أنا عايش عشان كل يوم أجي الكنيسة وأتوب، عشان كل يوم أقول له يا رب ارحم، عشان تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ليه؟ لما هو أنا خلصت خلاص، ليه بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة؟ ليه بيقول من هو قائم فلينظر لئلا يسقط؟ ليه بيقول كده؟ إذا كان خلاص الموضوع خلص يبقى إن إحنا هي مسألة وقت ونروح السماء؟ لا طبعا، إحنا عندنا رجاء أكتر من أي حد إن إحنا نروح السماء، بس الرجاء جاي منين؟ جاي من ثقتنا بقوة ربنا. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. حد يفتكر معلمنا بولس قال يعني الآية دي في أنهي كونتكست، في أي سياق؟ يعني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. حد فاكر؟ لما كان قال أعطيته شوكة في الجسد، مش كده؟ قالها فين؟ في كورنثوس الثانية، أعطيته شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا إيه؟ أرتفع، لألا أرتفع. هو بيقول إن أنا خدت شوكة في معلمة بولس اللي هو بيعمل معجزات وبيعمل يعني ظل أحدهما يشفي الأمراض ومناديل وعصاب الآخر تخرج الأرواح الشريرة، قال كده عن بطرس وبولس. فبيقول أنا أعطيت شوكة في الجسد طلبت من أجلها إيه؟ 3 مرات، لكن ربنا قال لي إيه؟ قوتي في الضعف تكمل. معادلة غريبة أوي في المسيحية، هو قوة ولا ضعف؟ المرض ده قوة ولا ضعف؟ ربنا يقول أنا قوتي في الضعف تكمل. لو أنت حاسس أن أنت ضعيف قوة ربنا في الضعف تكمل، هو معلمنا بولس قال كده. عشان كده كمل بقى وقال ايه؟ حينئذ اسر في الشدائد. تسر في الشدائد ليه؟ لان كل الشدائد دي بتبقى مربوطه بايه؟ بقوه ربنا. تبقى مربوطه بقوه ربنا. القوه ضعف في المسيحيه، الضعف قوه. لما تحس بضعفك ربنا يشتغل فيك. لما تبقى واقف قدام حاجه معينه وتبقى حاسس ان انت مش عارف تعملها وتصلي وتقول له يا رب يعني ساعدني، ربنا يشتغل فيك. عشان كده يكمل معلمنا بولس يقول لأنه حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. فعشان كده إيه؟ أصر بالضعفات والشدائد، أصر بالضعفات. الصليب قدام الناس ضعف ولا قوة؟ قمة الضعف وقمة الهزيمة قدام الناس. المسيح المصلوب في قمة ضعفه، لكن دي قمة إيه؟ قمة القوة. قوة إدت قوة غفران زي ما مراد كان لسه بيقول كده للعالم كله للأبد. قوة ملهاش حدود، لكن قدام الناس هي ايه؟ هي ضعف. فحينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. طيب طبعا ضعف النفس يعني احنا نفسيتنا هشه جدا جدا، يعني ما يعني ممكن قوي تبقى انت مبسوط وكل حاجه، كلمه واحده تعكر مزاجك يوم ويومين وتلاقي ان انت مش مبسوط. فاحنا برضو نفسيا ضعف، ده مش بس احنا، ده القديسين نفسهم ضعف. القديس بولس الرسول يقول حتى أيسنا من الحياة، يعني يأسنا من الحياة. القديس بولس الرسول برضو يقول إيه؟ يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة، تثقلنا جدا فوق. السيد المسيح نفسه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت. ففي حاجات إحنا إيه؟ نفسيتنا ضعيفة، نفسيتنا فعلا ضعيفة. روحيا إحنا ضعفة جدا. أنت ممكن تكون تقف تصلي وتتوب عن خطيه معينه وتبقى حاسس ان يعني دموع يعني خلاص بقى الموضوع انتهى تماما، فيش يوم اتنين تقع تاني في الخطيه. يا رب ايه اللي حصل؟ انسان ضعيف، انسان ضعيف. فهو مبدا ان الانسان ضعيف ده الحقيقه دي حاجه حقيقه، لان يعني ما فيش حد بيفضل طالع حتى روحيا الكيرف يبقى طالع كده باستمرار، لا دايما في اشياء كثيره نعثر جميعنا، في اشياء كثيره ايه؟ نعثر جميعنا. وانا حابب اشارك مع حضراتكم الموضوع ده ليه؟ عشان برضو ان احنا المفروض لما نفتكر حكايه الضعف دي ما يزعجناش الموضوع، ما نخافش. بالعكس ده ربنا عارف. ده داود النبي بيقول ايه؟ بيقول يا رب المزمور بنقوله في صلاه باكر لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فاني ايه؟ فاني ضعيف. هو بيقول ارحمني يا رب، داود النبي اللي قلبه حسب قلب الله، ارحمني يا رب فاني ضعيف. فهي مبدا الضعف ده مقبول جدا عند ربنا لما نيجي نتوب لربنا ونقول له يا رب ارحمني لاني ضعيف، معلش انا اول السنه قلت لك انا هحاول في الخطيه دي
وأنا بعد يومين وقعت فيها. أنا رب قلت لك هصلي طول الليل ما صليتش حتى أبانا الذي. أنا رب قلت لك أنا أخد ولادي كل حد الكنيسة ويا ما فوت. أنا ضعيف يا رب سامحني. لما يكون القلب متذلل ومتضع، القلب المنكسر المتواضع إيه؟ ها؟ لا يرزله الله. القلب اللي بيقول أنا ضعيف دي عند ربنا حجة مقبولة جدا. ممكن إحنا بالنسبة كبشر لو أنا واحد غلط مثلا، لو أنا مدير ولا أنا صاحب بيزنس وواحد بيشتغل معايا وجي متأخر قال لي ما قدرتش أصحى، ممكن أبقى أنا مش مبسوط قوي يعني. يعني حجة ممكن قدام البشر مش مقبولة، لكن قدام ربنا هي حجة مقبولة الحقيقة. لما يكون الإنسان بيجي بضعف ويجي بانسحاق قلب ويقول له يا رب سامحني فأنا ضعيف، ربنا بيقبل وربنا بيسامح. عشان كده القلب المنكسر المتواضع دي آية جميلة جدا، لا يرزق الله، عمر ربنا ما يكسفه أبدا الإنسان اللي قلبه منكسر المتواضع ده. فتفيدنا في إيه الحكاية دي؟ نقطتين هقولهم لحضراتكم وبعد هقول لكم مثل ويبقى كده خلصنا. تفيدنا في إن أنا لما أعمل حاجة كويس أو لما ربنا يعني ينفخ في صورتي يعني في حاجة معينة، أنجح في حاجة، أنجح في شغل، يعني يجي لي مثلا فلوس معينة، حاجة تفرح، ما فرحش بنفسي قوي، لأن أنا بعرف إن أنا إيه؟ أنا ضعيف، ده ربنا اللي اداني، ما فرحش بنفسي قوي. لما حد يجي يقول لي برافو عليك أنت عملت الحاجة الفلانية، واو، حلو قوي إن يكون عندي ثقة بنفسي، لكن أنا ثقتي بنفسي مصدرها ربنا اللي بيشتغل معايا وجوايا، اللي أنا إيه؟ لبسته في المعمودية، فهو بيشتغل معايا، بيشتغل معايا، هي حياتنا كده، شركة مع المسيح، هو بيشتغل في إيده بإيدي. فأنا لو أنا عندي الكونسبت ده، أنا هيبقى عندي ثقة في نفسي، وفي نفس الوقت ما عنديش الغرور لأن أنا عارف إن أنا ضعيف. ثقة في نفسي مصدرها ربنا، أنا هعرف أعمل حاجة، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وفي نفس الوقت إيه؟ أنا ضعيف، وأنا عارف إن أنا ضعيف. فاهمين الكونسبت ده؟ يعني التوازن النفسي والروحي ده موجود عند الإنسان الروحي، مش موجود عند أي حد تاني. أي حد تلاقيه يا إما فرحان بروحه قوي، يا إما عنده صغر نفسي قوي، أو بيفلكتويت بين الاثنين، كده شوية وكده شوية. فهو في كل الحالات مش مبسوط، لكن الإنسان روحاني عنده ثقة في نفسه مصدرها ربنا، وعنده إيه؟ في نفس الوقت تواضع، وعارف إنه ضعيف، من غير ما ظهرية، من غير ما هو يعني شيء يا عم احنا فين والقديسين فين ومش عارف ايه، وهو من جواه فرحان قوي بكلمات المديح. لكن لا، الحقيقه هو بيكون من جواه عارف بضعفه فعلا، وحتى لو نجح يبقى ايه؟ عارف ان ايه نجاح ده مصدر ربنا. النقطه الثانيه ان احنا ما ندينش حد اطلاقا. اذا كنت انا ضعيف وانا عارف ان انا ضعيف، وحاجات في اشياء كثيره نعثر جميعنا، يعني زي ما معلمنا يعقوب قال اجي انا ادين اخويا عشان هو خطيته بانت وانا خطيتي مستخبيه. فيعني هي مبدا انا ضعيف ده برضو يخليني ان انا ما دينش حد خالص، مهما كان اللي قدامي ده بيعمل اقول ربنا يسنده ويسندني، ما فكرش ابدا ان في اي سوبريوريتي ليا عليه اطلاقا يعني. فده برضو مرتبط بحكايه انا ضعيف. اخر حاجه في دقيقتين اقولها لحضراتكم، يعني الضعف والحياة الزوجية. I don't claim يعني خالص ان انا يعني بعرف في الموضوع الحياة الزوجية المشهورة والحاجات دي، يعني مانيش دارس الموضوع ده خالص، لكن هقول لكم مثل عن الضعف والحياة الزوجية ده. يعني دلوقتي لو حد بيسمعني وما يعرفنيش، انا سهل قوي ان انا سهل يقول انه ده انسان كويس. ممكن لما اتكلم مع واحد لاول مره يقول ده ريمون ده شخص كويس حلو ما فيهوش مشاكل يعني، لكن كل ما يعرفني اكتر كل ما هيعرف ايه عيوبي اكتر، مش كده؟ يعني هو احنا بطبيعتنا كبشر بنتند ان احنا نخبي عيوبنا شويه، وده شيء كويس، يعني ده شيء طبيعي ربنا حطه فينا عشان ما يبقاش يعني كل واحد عيوبه باينه قوي. لكن كل ما تعرف اللي قدامك اكتر كل ايه ما هتعرف عيوبه اكتر. ففي الحياة الزوجية دي قمة معرفة البشر، يعني ان هم بيعرفوا بعض اكتر من اي حد تاني، اكتر من نفسهم يمكن ساعات. ففي الحياة الزوجية انت بتعرف ضعف البارتنر بتاعك اكتر من اي حد تاني، فانت المفروض تكون مؤتمن على هذا الضعف، لان انت بحكم مكانك كبارتنر زوج او زوجة فانت عرفت الضعف ده. زي كده ما دكتور
بحكم طبيعته كدكتور عرف تحاليل المريض ان هو عنده المرض الفلاني، يروح يشهر بيه ويقول ان هو عنده المرض الفلاني؟ بالعكس، ده يتشطب من الريجستريشن بتاعه، مش كده برضو؟ فانت بحكم وجودك، او يعني دي مش ميزه عندك، انت عارف ضعف البارتنر بتاعك لان انت بحكم مكانك. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين اللي عايز اوصله؟ فعمرنا ابدا ما نقول، ما يجي في بالنا او يعني ما نقعد نقول ده هو ضعيف، او طبعا ما نشاركش ابدا هذا الموضوع اطلاقا اطلاقا. ده طبعا فوربيدن، يعني ان اقول ان جوزي فيه العيب الفلاني، ولا انا اقول ان مراتي فيه العيب الفلاني، دي حاجه غلطه كبيره جدا. زي بالظبط كما دكتور كده هيروح يقول قدام الناس، قدام اصحابك، ده عنده العيه الفلاني عشان تحاليله كذا. في حكايه الضعف دي برضو ربنا بيكمل. يعني ايه ربنا بيكمل؟ هقول لكم مثل. تخيلوا كده حضراتكم ان يعني بيتر مثلا راح جي بي هاي فاي، ربنا اداله بونص كده وراح اشترى تلفزيون، تلفزيون جديد كبير كده، حاجه 55 بوصه بتاع. فانتوا عارفين هنا في بلدنا اللطيفه دي، هو اشترى التلفزيون ودفع الافات، يقولوا له اتفضل اهو التلفزيون خده مش اللي هو واحد يوديه له البيت لا خده. فهو بقى مطلوب منه انه يشيله، مش كده؟ فهيشيله بيتر لحد العربيه، بيحاول ان هو يشيل التلفزيون تقيل. فاهم حاجه بالنسبه له ايه؟ مش كده؟ اهم حاجه ان التلفزيون، الحاجه البريشس اللي في ايدي دي، انها ما تقعش. هل بعد ما يوصل العربيه هل ممكن ايده الشمال تقول او ايده اليمين تقول انا كنت شايله اكتر من ايدي الشمال؟ فكده ظلم. هل ممكن ده يحصل؟ فكر، هل ممكن الايد تقول لا ده انا كنت شايله اكتر، انا ده ظلم؟ هو المهم ايه؟ المهم ان احنا نوصل وخلاص بالشيله، مش مهم مين اللي شايل، صح كده؟ يعني مش مهم مين اللي شايل. بالعكس، ده لو الايد اليمين قالت كده، هل العدل ان هم يشيلوا قد بعض؟ هل ده العدل ان هم يشيلوا قد بعض، ولا الاقوى هو اللي بيشيل اكتر بطبيعه يعني هو جسد واحد، مش كده؟ هو برضو الزوجين جسد واحد، مين اللي شايل اكتر؟ It doesn't matter مين شايل اكتر، المهم الشيله توصل بالسلامه. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين يعني الريفلكشن على الحياه الزوجيه، ان هو مش مهم مين شايل اكتر. يعني انت ممكن في مثلا في الشغل وفي الدخل تبقى انت الايد اليمين، ممكن مثلا انت في البيت وفي المطبخ زي حالتي كده تبقى مش الايد الشمال، تبقى الصباع الشمال يعني ممكن. فهي كده، فما تقعدش بقى تقول انا شايل اكتر وانا، فانت ربنا مديك قوه، مش يعني هي الايد اليمين ما هيش مش فضل منها يعني انها شايله اكتر. الايد اليمين لو قالت انا شايله اكتر وانا عايز اشيل قد الشمال، ما يبقاش عدل، مش ده العدل ان هم يبقوا قد بعض. العدل ان كل واحد عنده حاجه بيكونتريبيوت بيها، هو ده العدل. ربنا مديها القوه اليمين دي عشان هي تعوض ضعف الشمال. فهو في كل حاجه كده بقى. فهي هي دي مبدا الضعف والحياه الزوجيه اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، ان هو لو انت كنت حاسس ان انت شايل اكتر في النقطه الفلانيه، فلا ده ربنا اللي مديلك. والعكس، لو انت حاسس ان انت شايل اقل في الحكايه الفلانيه، لا ما تقلقش، ربنا مقوي الايد الثانيه عشان ايه؟ عشان تشيل عنك. بس تعيشوا لكل مره وكل سنه وانتم طيبين. لو في حد عنده اسئله تحت امركم يعني. طيب، ثانك يو سو ماتش.